طيب انا اتعمدت اجيب واحده من الدرس اللي فات اللي هي الايه؟ معادله اسيه عادي اهي، ودي فيها لوب. تحس ان هم يا جماعه اللوغاريتمات والاسس ما تعرفش بقى اصدقاء اعداء، المهم انهم عكس بعض. يعني ازاي؟ يعني دي جايه اس هتتحل باللوب، ودي جايه لو هتتحل بالاس. هما يعني هما بيبدلوا مع بعض، بيحلوا مشاكل بعض مع بعض. يعني دي انا مش هعرف اعمل الخمسه اتنين اس حاجه، فخلاص اللو قالت لا انا هحل لك المساله دي. تمام؟ زي كل اتنين بيساعدوا بعض كده اصدقاء، هيدخل له هنا دي اللي خدناها الحصه اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت اللي قبل دي. ماشي، ودي هترجع قبل اللو، تقسيم زائد 3 لو 2 تساوي له 5، واللو 2 هتخش تتضرب في ده وده يبقى س له 2. عشان كده احنا خدناهم مع بعض دي لان هم مرتبطين ببعض جدا زي ما انت شايفين. له 5، طيب سيب س له 2 وانقل ده بعكس الاشاره، يبقى له 5 ناقص 3 له 2. انقل له 2 بالقسمه يبقى س بتساوي له 5 ناقص 3 له 2 على له 2، وطلع الاجابه دي بالاله وشكرا. طيب دي بقى له الاسس قالت لا انا هحل لك المشكله. هحل لها المشكله ازاي؟ بس المشكله يا جماعه ان دي عندها لو ودي ما عندهاش لو. انتوا عارفين لو المساله دي كان فيها لو عارفين لو جايه كده كانت بقت سهله جدا جدا. انت عارف كنت عامل ايه؟ كنت هشطب اللو مع اللو واقول له يبقى س زائد 5 تساوي 2، وادي الخمسه الناحيه دي عكس الاشاره يبقى س تساوي سالب 3، وخلصت وخلص. ولكن المشكله بقى لو جت دي عندها لو ودي ما عندهاش، تتدخل بقى الاسس في الموضوع جت كده. المهم نرجعها للصوره الاسيه يا جماعه. هي الصوره الاسيه كانت بتقول ايه؟ مش كان بتقول ان ده الاس وده الاساس وده كان بيبقى الاجابه؟ انا لو كتبتها كده وحد يقول لي انت غلط ولا صح، لو شلت كلمه له خالص وكتبت س زائد 5 يساوي كده، مش لازم قوس بقى 3 اس 2، انا كده غلطان يا جماعه. مش هي اللو بتقول كده؟ اللو بتقول انا الاجابه بتاعتي هي الاس وده الاساس، صح؟ مش انا كنت اقول لكم كده لو 8 الاساس 2، تقول انت ايه اللي الاجابه 3؟ هو انا مش ممكن اشيل اللو يا جماعه واقول 8 تساوي 2 اس 3 وبلغيت اللو خالص حولتها لصوره اسيه يعني ما عادش فيها لو؟ هو ده اللي عملناه هنا، هو ده اللي عملناه هنا. لما لقينا ان ده عنده لو وده ما عندوش لو، قال لك طب ما تلغي اللو دي خالص وتقول س زائد 5 رجعها لاصلها صوره اسيه كانت 3 اس 2، دي حقيقه دي حقيقه. فخلاص بقت مساله سهله، س زائد 5 تساوي 3 اس 2 اصلا ب 9، ان الخمسة بإشارة مختلفة 9 ناقص 5 20 تساوي 4. شفت يا جماعة اللو والأسس بيخدموا على بعض ازاي أو بيساعدوا بعض ازاي؟ تمام؟ بيساعدوا بعض جدا. اللو خدمت الأسس في هنا، الأسس خدمت اللو هنا، لما لقت دي عندها لو ودي ما عندهاش لو قامت خدمها هنا. تمام؟ ساعات بيجيب لي بقى إيه؟ برضه معادلة كنا احنا بناخدها زمان يا جماعة واحنا في تانية إعدادي مثلا، بس هيدخلي فيها بقى إيه الأسس واللوغاريتمات. لو نفتكر زمان لما كنت أقول لك المعادلة س تربيع ناقص 5 س زائد 6 تساوي 6، كنا بنحلها إزاي؟ كنا بنقوم حلين كده اهو، نقوم قايلين س وس 3 و2 سالب سالب ده 2، طالما الاخير موجب ب 2 زائد نص تساوي صفر. وبعدين نبتدي نقول ايه يا جماعه؟ نقول يبقى س تساوي 3 او س ناقص 3 تساوي صفر وس ناقص 2 تساوي صفر، نرجع نقول س تساوي 3 س تساوي 2. هي المعادله دي يا جماعه بس هيدخل لي فيها الاسس. بص بقى يا عبد، لو انا ملاحظ حاجه هنا دي اس 2 هيقوم جايب لي اي رقم وليكن 5، يقوم قايل لي 5 اس 2 اهي، يقول لي اس 2 س،
ركزوا يا جماعه في المنظر، خلي بلاش خمسه، خلينا ثلاثه مثلا، ويكتب لي برضو سالب خمسه. وبدل س، طالما هو كتب بدل س تربيع 3 اس 2 س، هيكتب لك في دي ايه؟ 3 اس س. بصوا كده، تحس الاس هنا كان 2 والاس هنا كان 1، هنا الاس 2 س، هنا الاس 1 س، وزائد 6 تساوي صفر. واللي حل المعادله، المعادله شكلها مرعب جدا ولكنها هتتحل زي دي بالظبط. زي دي بالظبط ازاي؟ او فتح قوسين. مش انت يا جماعه كنت س تربيع بتقول س في س؟ لا، دي انا هقول ايه بقى؟ دي 3 اس 2 س. اقول 3 اس س في 3 اس س. وفعلا يا جماعه انا لو عملت 3 اس س في 3 اس س، مش تديني 3 اس 2 س؟ فده اللي انا عملت، حللت دي 3 اس 2 س. احنا دايما كنا بنحلل مين يا جماعه؟ بنحلل ده وبنحلل ده. هو ده اللي هيحصل، هنحلل ده وهنحلل ده. 3 اس 2 س هقسمها 3 اس س في 3 اس س، الست هحللها 3 في 2، وطالما الشرط الاخير موجب بيقول 2 زائد نص سالب سالب. طب كان الخطوه اللي بعد كده كنا بنقول ايه؟ يا س ناقص 3 تساوي صفر، يا س ناقص 2 تساوي صفر. هقول كده برضه، هقول يا 3 اس س ناقص 3 اللي هو القوس الاولاني ده تساوي صفر، يا اما 3 اس س ناقص 2 تساوي صفر. يعني هي التركه كلها يا جماعه في الحته الاولى دي، ان دي اتقسمت 3 اس س في 3 اس س، هي دي اللي في المسألة. طب هنا بتودي الثلاثه بعكس الاشاره، يبقى 3 اس س تساوي موجب 3، هنا 3 اس س بتساوي 2. قدامك بقى دلوقتي ايه؟ 3 اس س تساوي 3. والله براحتك، عايز تحلها اسس؟ احنا قلنا طالما الاس فيه س يا جماعه، يا حلها اسس يا حلها لوغاريتم اللي هيجيبها. دي سهلة، ممكن واحد يحلها أسس. عارفين ازاي؟ دي 3 أس س ويعتبر دي 3 أس 1. طالما ده زي ده، 3 زي 3 يبقى 5 س وساين. طب هل ممكن واحد يحلها لوغاريتمات؟ اه ممكن. يقول هدخل او حل اخر. يقول هدخل له على الناحيتين، يبقى له 3 أس س تساوي له 3. يرجع السين قبل اللو، يبقى س له 3 بتساوي له 3. يودي له 3 بالقسمة، يبقى له 3 على له 3 هتطلع 1 برضه. يلا حلها لوغاريتمات، حلها اسس ماشي، حلها لوغاريتمات. لكن هنيجي على المعلومه الثانيه دي، مش هنعرف نحلها اسس. دخل له، يبقى اللي اتعمل فيه يا جماعه ان انا لو عندي الاس في س، الاس في س ومش عارف اتعامل معاه، حط له هنا وله هنا. طالما حطيت له هنا وله هنا زي جذر التربيع هنا وجذر التربيع هنا، ده بينزل على السطح. بقت س له 3 تساوي له 2. ودي دي بالاسم، يبقى س تساوي له 2 على له 3، وتحسب دي بالآلة وشكرا. سهل يا جماعه الموضوع ولا صعب؟ يعني القصه كلها دي بتتحل زي دي. أقول كمان واحد على بس ممكن هو يجيبها لي يربطها لي بالدوال شويه، يربطها لي بالدوال ازاي؟ هقول لكم ازاي؟ نفس المسألة. يجيب لي مسألة كده طويلة عريضة وشكلها مرعب. أنتوا الواجب بتاعكم يا جماعة، أنا عايز نفس المسائل دي بالظبط تنقلوها. اللي انا حليته في المحاضره دي والمحاضره اللي قبلها. تتنقل في ورقه خارجيه وتحاول تحلها تاني من نفسك. الخلاصه بتاعتك وتنقلها فيها بدون حل، تحاول تحلها تاني. لان دي شامله الافكار كلها بتاع الاسس اللي ورقتها. طيب بعد ما تحلهم، قلب بقى في التمارين بتاعتك اللي على الاسس اللوغاريتمات، خد المسائل اللي شكل اللي احنا حليناه فقط. لان في مسائل بتلاقيها مباشره، يعني يقول لك لود 8 الى 2 يساوي كام؟ أنا مش قاعد أنا أحل في المسائل دي إلا المباشرة، فمش الامتحان مش هيجي يقول لي كده. الامتحان هيقول لي حاجات زي كده. فلو عايز تحل زيادة المسائل، تفتح يعني المسائل اللي أنا حليتها دي كفيلة قوي. لو أنت كتبتهم تاني في ورقة خارجية وحليتهم، إن شاء الله هتبقى تمام. من نفسك. طيب، عايز تحل زيادة،
حل زياده، افتح الكتاب خلاص، من كل تمرين خد مسائل شكل اللي احنا خدناها بالظبط. المعادله خد المعادله لشكل اللي احنا خدناها، وجد قيمه خد لشكل اللي احنا خدناها، وهكذا. بس ما تزودش ولا تكتر، لان التمارين كتيره جدا وهتوه، واحنا مش محتاجين كل التمارين دي. يعني في التمارين طبعا بتيجي متدرجه من السهل للصعب، لكن انا مدي الافكار اللي هي بتيجي زي اللي في الامتحان. تمام؟ واللي هتقابلنا ان شاء الله واحنا بنهل الامتحانات. طيب، لكن هو في التمرين لازم يعمل لك كده، يدرج من الافكار من السهل للصعب، بس احنا مش هنحل كل ده كتير قوي. طيب، طالما احنا فهمنا القصه ماشيه ازاي، ممكن يجيب لي مساله يا جماعه نفس المعادله اللي فاتت بس يجيبها لي بطريقه تانيه، بس يقول لي اذا كان، بس هغير بقى، بير سين تساوي 7 اس سين. بص بقى، بحل المعادله او اوجد مجموعه حل المعادله، دال سين زي هذا، دال 2 سين زائد دال سين ناقص 2 زي هذا، دال 2 دال سين بص يا جماعه، دخلي الدوال في الاس والارض عادي جدا عادي جدا. احنا عارفين يا جماعه ان دال 2 س يعني ايه طول حياتنا. ارجع للضمه الاصليه وشيل الس وحط دال 2 س. هو لما اقول لك دال 3 مش بتشيل الس وتحط 3؟ يبقى انا لما اقول لك دال 2 س يعني شيل الس وحط دال 2 س. طيب، زائد 4 دال س يعني ايه؟ يعني زي ما هي 7 اس س، بس لو كتبتها كده هتبقى 74، بحط علامة ضرب كده ناقص 5 بس. كأن المسألة جاية لي كده يا جماعة، وبعد كده حل ولا أي حاجة، بس مش تحت 67 س يبقى 7 أس س، 7 أس س. الخمسة هتتحل بكام؟ هنحلل على أول واحدة وآخر واحدة. الخمسة هتبقى 5 في 1، وطالما الشرط الأخير سالب بيبقى الكبير بياخد شرط النص، الصغير بياخد المخالفة. أو يبقى 7 أس س بتساوي سالب 5، يا إما 7 أس س بتساوي، بودي ده الناحية التانية موجب 1. طيب، دي يا جماعة حلها مرفوض، لأن ما ينفعش إن أنت تعمل 7 أس حاجة وتديك إجابة سالب. وحتى لو جينا ندخل لول الطرفين مفيش حاجة اسمها لو سالب 5، ده مرفوض، مفيش لول العدد السالب. طب يبقى إحنا هنحل والله دي قدامي حلين، قدامي حلين. يا اما تعتبر الواحد ده يا جماعه كان 7 اس صفر، مش الواحد كان اي عدد اس صفر بواحد، وتقول له خلاص السبعه زي السبعه يبقى س تساوي صفر، ده حل. يا اما عايز تعمل حل اخر باللوغاريتمات، وانا افضل اللوغاريتمات تمشي على كل الدنيا عشان هي اسهل. طيب، دخل له هنا وله هنا، هتنزل السين هنا يبقى س له 7 بتساوي له 1، ودي له 7 بالقسمه هيبقى له 1 على لو 7 هتساوي صفر. بس كده طلعنا السين بصفر. يبقى في الاخر اقول له مجموعه الحل ايه بقى يا جماعه؟ مجموعه الحل هتبقى صفر بس. هتبقى صفر بس. تمام؟ ده مرفوض بقى. دي اللي طلعت حل بس. تمام؟ عايزكم يا جماعه المطلوب منكم زي ما قلت لحضراتكم المسائل اللي انا حليتها طول المحاضرتين، يعني اقصد اللي هي يعني دلوقتي لما اللينك فصل ودخلنا تاني، تنقلوها لي تاني زي المسائل دي كده، نقلها في ورقه بس هي هيطلعوا مثلا 10 مسائل 12 مساله، انقلهم تاني هيطلع 10 مسائل تاني، انقلهم تاني خلاص، وحاول تحلهم تاني بنفسك. اقرا طبعا الحل بتاعي الاول، شوف النسخه كان عليها ازاي، حاول تحلهم تاني بنفسك. خلاص، حبيت تزود مسائل زي ما قلنا افتح الكتاب بتاع المعاصر، وهات لي على كل درس المسائل اللي شكل دي، وحاول تعملها شكل النوعيات دي يعني. هتعرفها انت مجرد بقلب في التمرين، هتعرف حل المعادلات. اولا حل المعادلات هو اهم حاجه، يعني لو لقيت مسائل حل المعادلات دي خدها اول حاجه في اي تمرين، لان حل المعادلات دي بتيجي كتير جدا في الامتحان واساسيه جدا. تمام؟ وهتتدربوا عليه، ولو وقف معاكم حاجه المره الجايه واحنا بنشرح الداله العكسيه ان شاء الله بقلبي.
تمام، نشوفكم ان شاء الله على خير. في حد عنده اي اسئله في الموضوع ده ولا في حاجه صعبه؟